السلام عليكم، مرحبا بكم في الفيديو تاع اليوم. راح نتكلموا على اربع افضل شاشات متوفره في الجزائر. هذه الشاشات الافضل من ناحيه السعر والاداء اللي تقدمه. ندخل مباشره الفيديو تاعنا. الشاشه الاولى من فانكيج جي ال 2480. تاتي هذه الشاشه 75 هرتز. هذه الشاشه فيها مدخل للـ HDMI ومدخل للDVI ومدخل للVGA ومدخل للسماعات كما تشاهدون، وفيها مكبرات الصوت. هذا هو الشيء الجميل في هذه الشاشة، وتأتي بشكل جد رائع. على فيها مدخل للكابلات في الأسفل، وهنا يقول لك تقدر تربط الشاشة تاعك مع أي جهاز، سواء اللابتوب سواء الحاسوب سواء إكس بوكس أو بلاي ستيشن. هذه الشاشة لا يوجد فيها مدخل الديسبلاي، وأيضا التقنية لو بلو لايت اللي راح تخفض لك الضوء الأزرق الذي يسبب ضرر للأعين، وفيها تقنية أخرى اللي هي لايكاب 3 تكنولوجي. هذه التقنية راح تحافظ لك على الأعين تاعك. أيضا للأشخاص اللي يبقوا مدة طويلة أمام الحاسوب، وكثير الناس اللي يلعبوا ألعاب أونلاين. والآن ندخل في الخصائص والمميزات لهذه الشاشة. الشاشة تأتي ب 24 إنش كما قلت لكم، ريزوليسيون ماكسيما 1920 في 1080 بالفول اتش دي، والبانل تيب تي ان. نوع الشاشة أو الدال اللي تأتي بها الشاشة هي تي ان، تأتي بتقنية البلاك لايت ليد بلاك لايت كما تشاهدون، وأيضا بالريفونس تايم أو وقت الاستجابة 1 ملي سكند، وتأتي 60 هرتز و 75 هرتز بالنسبة للـ HDMI. منفذ الـ HDMI هو فقط ليدعم الـ 75 هرتز، وتأتي أيضا الـ HDCP، ما تكلمناش عليها هذه التقنية الـ HDCP، وتدعم كل اللغات. و الآيكار هذه تأتي فيها لو بلو لايت و لايكر 3 تكنولوجي وبرايتنس انتليجنس. الشيء الجميل في الشاشة هذه تأتي بالسبيكر في الأسفل، وتدعم 75 هرتز، لا تدعم الفريسينج ولا تدعم الجي سينج. بالنسبة للناس اللي بحثوا على الفريسينج والجي سينج، لا تدعمها هذه الشاشة. بالنسبة لهذه الشاشة راهي متوفرة في الجزائر بسعر 24900 دينار. نروحوا مباشرة للشاشة الثانية. الشاشة الثانية أيضا من بانكي، اللي هي زوي إكس إل 2411 في، تأتي ب 144 هرتز و 24 إنش. الشيء الجميل في هذه الشاشة هو تقدر تقلب الشاشة لعدة أوضاع كما تشاهدون هنا، تقدر تحركها كما تريد. هذه الشاشة لا تدعم الجي سينك ولا تدعم الفري سينك. بالنسبة للناس اللي بحثوا على هذه الخاصية، وراح نديروا فيديو نشرحوا فيه الفريسينج والجيسينج ماذا هو. بالنسبة للناس اللي ما تعلمش بالفريسينج والجيسينج، ما هو الجيسينج بالنسبة لانفيديا والفريسينج بالنسبة للاي ام دي. كما قلنا هذه الشاشة راح تأتي ب 144 هرتز، اللي راح تخليك تشاهد الاف بي اس حتى 144 اف بي اس بالكامل. بالنسبة لخصائص هذه الشاشة، تأتي ب 24 إنش وماكس ريزوليشن 1920 في 1080 144 هرتز. تأتي في الـ DVI و Display Port. معناتها لو حبيت تشغل 144 هرتز توضع كابل DVI أو كابل Display. لو ضعت كابل HDMI راح تشتغل لك على 60 هرتز. هذه كمعلومة لكم، ل 144 هرتز ما راح تشتغلكم على الـ HDMI، و HDMI راح تبقى لكم في 60 هرتز. وأيضا نوع الشاشة تأتي بانل تيب هذا بالـ TN. تأتي هذه الشاشة بنسبة إضاءة جد رائعة، وبالنسبة للمداخل كما قلت لكم الـ DVI والـ HDMI والديسبلاي والهيدفون جاك، مدخل للسماعات. لا تأتي بالسبيكر في الأسفل مثل الشاشة الأولى. بالنسبة للخصائص اللي تحمي الأعين تاعك، بلاك إيكاليزر وكولر فيبرانس ولو بلو لايت ولايكر 3 اللي تكلمنا عليها الأولى، وكي لوكر. هذه خصائص
لتحمي الأعين تاعك. كما تعرفوا دافي تصنع الشاشة تاعها خصيصا للناس اللي تقعد أمام الحاسوب كثيرا ومطولا، ومخصصة أيضا للناس عندهم كارت شاشة لتلحق 144 FPS. لكن عندك كارت شاشة ما تلحقش 144 FPS، ننصحك بالشاشة الأولى لأن ما راكش تستفيد من 144 هرتز هذه إلا لو كانت كارت الشاشة تاعك تلحق 144 FPS باش تشاهد 144 صورة في الثانية. الشيء الغير جميل اللي جات بهذه الشاشة هو الـ HDMI، ما تتعملكش 144 هرتز، لا يوجد فيها الفريسينج والجي سينك، لكن اتت بسعر جد رائع اللي هو 43900 دينار، راهي متوفرة ايضا في الجزائر هذه الشاشة. والان نروحوا للشاشة الثالثة اللي راهي متوفرة في الجزائر اللي هي ازيس في جي 248 يو اي جيمنج مونيتر تي 24 انش ريزوليسيون 1920 في 1080 وقت الاستجابة 1 ملي سكند، تأتي ب 144 هرتز وتدعم 3D فيزيون. بالنسبة لهذه الشاشة راح تدعم لك الجي سينك ولا تدعم لك الفري سينك للأيام. الشيء الجميل اللي جات هذه الشاشة على الشاشة سابقتها هي الستيريو سبيكر، معناتها ما تحتاجش مكبرات الصوت مع هذا الحاسوب تاعك ولا مع الشاشة تاعك. هنا يشرحوا لك الفرق بين 60 هرتز و 144 هرتز، وتلكم يجب تكون عندكم كارت شاشة جيدة لتسوق لك 144 FPS ولا تحقق لك 144 FPS باش تشوف الفرق. وكاين بعض الناس ما راحش يلاحظوا الفرق بالعين تاعهم، هذيك كل الناس اللي راهي كيما نقولوا متعودة على 144 هرتز وتروح تلعب على 60 هرتز راح تلاحظ الفرق. اللي كان يلعب على 60 هرتز يروح 144 ما راحش يلاحظ الفرق حتى يرجع ل 60 هرتز. بالنسبة للشاشة هذه تكون راح تقدر تقلبها ايضا مثل الشاشة السابقة اللي بان في اي، لا تقلبها لعدة اوضاع، هذا شيء جميل في الشاشة. وبالنسبة للجيم بليس، هذه الشاشة مخصصة للناس اللي راهي تلعب في الالعاب الاونلاين او الالعاب تاع الاسلحة، راح توضع هنايا اشارة هاتف زائد للسلاح لما ظهرت معك انت في السلاح تنجم هذه الشاشة تساعدك، راح توضعها تلقائيا هذه الاشارة الزائد وتبقى تلعب بالسلاح فيه تلك الاشارة. بل الناس اللي تلعب في الالعاب الارفيجي وفيها وقت نجم توضع الوقت المحدد ليك اللي عندي 30 دقيقة باش ننجز هذاك الشيء، راح توضع الوقت هنا في الشاشة تاعك، هي توضع لك الوقت، راح تساعدك كثير هذه الشاشة في الألعاب. تأتي بمدخل للسماعات ومدخل للميكروفون، HDMI كما قلت لكم يدعم 60 هرتز فقط، والدي في والديسبلاي هو اللي يدعم 144 هرتز، تدعم اللايت بوست تكنولوجي اللي تحافظ لك على الأعين تاعك أيضا. هذه الشاشة تشتغل مع كروت شاشة من انفيديا أحسن لهم، لأن قلت لكم جي سينك لا يدعم الفريسينج، وتدعم تقنية المحافظة على الأعين مثل تقنية البرايت نايس، راح تحافظ لك على الأعين تاعك. وتكم الشيء الجميل في الشاشة هذه تقدر تقلبها وتأتي بالسبيكر في الأسفل. سعر هذه الشاشة راهي يدير 48900 دينار. نروح مباشرة للشاشة الرابعة والأخيرة بل من أفضل الشاشات للألعاب المتوفرة في الجزائر، الشاشة الرابعة من MSI Optics Smart 241 CV. كما تشاهدون هذه هي الشاشة، الشيء الوحيد هو اللي ما عجبنيش في هذه الشاشة هو ما تقدرش تصعد الشاشة تاعك للأعلى وترجعها للأسفل أو تقلبها مثل الشاشات السابقة، لكن فيها خصائص جد رائعة راح تخليك تعجب بهذه الشاشة. بالنسبة لهذه الشاشة جاءت منحنية كورفيد 1500R بالفول اتش دي 1920 في 1080 في، تدعم 144 هرتز. الشيء الجميل في هذه الشاشة هو تدعم 144 هرتز على كامل المداخل الموجود فيها، تأتي باثنين من الـ HDMI ومدخل بالديسبلاي، يعلموا بأن الناس كثيرة تستعمل في الـ HDMI لهذا وضعوا اثنين من الـ HDMI يدعمان 144 هرتز، وحتى الديسبلاي تدعم 144
هرتز، ليس مثل الشاشة السابقة يدعم 144 هرتز على مداخل الديسبلاي والدي في. بالنسبة لوقت الاستجابة لهذه الشاشة 1 ملي سكند، كما قلت لكم شاشة كورفت جيمنج 1500 ار جيمنج او اس دي ابليكيشن و جيمنج جويستيك او اس دي كنترول. فيها زر من الوراء، ما هو هذا الزر؟ فيها زر من الوراء تحكم في الاعدادات تاع الشاشه تاعك، ولا ما كاش عندك هذا الزر ولا ما راكش تعمل بهذا الزر، ممكن العمل من داخل الشاشه عن طريق تطبيق في الشاشه او عبر الهاتف تاعك تقدر تستعملها. انا هنا يقول لك باللي تدعم 144 هرتز و 1 ملي سكند ريسبونس تايم. هنا وهنا التطبيق اللي قلت لكم عليه تنجم تحملوه، راح تحكموا في الشاشه تاعكم من داخل المكتب فقط، ليس عن طريق ذاك الزر الجويستيك اللي وضعناه، وتقدر تتحكم فيها عن طريق تطبيق في الهاتف كما تشاهدوا. اشياء جد رائعه في هذه الشاشه، وايضا هنا هذا الشيء اللي تعلقوا فيه الكاسك تاعكم. بالنسبة لخاصية لايف كاب اللي تكلمنا عليها من قبل في الشاشات، ايضا موجودة في هذه الشاشة كما راكم تلاحظوا، اونتي لايف كاب اونتي لايف كاب. هيا لا شاهدوا هذه التقنية الاخيرة كلها موجودة في هذه الشاشة، بلو لايت الى لحماية الاعين تاعك، وهذاك الانحناء تاع الشاشة راح يساعدك في المشاهدة. الشيء الجميل في هذه الشاشة هو تدعم AMD Ryzen، معناتها تدعم الفريسينج، ويقول لك الشاشات نعطيها لكم هذه كمعلومة، الشاشات اللي تدعم الفريسينج AMD ولا AMD فريسينج راح تدعم لك الجي سينك، تقدر تشغل الجي سينك عادي بدون أي مشكل. أنا شفت ناس بزاف كثير عندهم شاشات فريسينج وضعوا عليهم كروت شاشة من انفيديا وشغلوا الجي سينك تاع انفيديا مباشرة بدون تقنية موجودة في الفريسينج، لأن هذه التقنية راح نتكلموا عليها نديروا عليها فيديو مخصص للفريسينج. هذه من أجمل الشاشات ولا أرخص الشاشات اللي تحتوي على الفريسينج، وراح تستفدوا منها الكروت شاشة انفيديا في الجي سينك أيضا. بالنسبة للشاشة تأتي ب 23.6 إنش، هما كتقول لك هنا 24، معناتها 24 انش، ما يقارب 24 انش تلقاها 23.6 انش. والبانل تيب نوع الشاشه ولا لاطال اللي جات فيها الشاشه هي فا ليست تي ام، يجي فيها الديسبلاي بورت واثنان من الاج دي ام اي 1.4. وايضا الشيء الاخر اللي فيها هو مدخلين للاي اس بي ومدخل للاي اس بي تي بي اللي راح تربط به البي سي والمونيتر. هناك في البي سي تو مونيتر باش يظهر لك التطبيق او اس دي وتتحكم في الشاشة تاعك عن طريق المكتب تاعك فقط بدون ذاك الزر. ممكن توضع يو اس بي في الشاشة تاعك من الوراء، راح يساعد لك على الحاسوب تاعك يقراه لك الحاسوب تاعك وتشاهد الاشياء الموضوعة فيه من خلال وضعه في الشاشة فقط عن طريق يو اس بي الثاني هذا. وهنا يقول هنا داير لنا نوت بان الديسبلاي الموجود من وراء الشاشه يدعم 144 هرتز، وايضا الار جي ام اي يدعم 144 هرتز، ليس مثل باقي الشاشات يدعم لك على الديسبلاي بورت اللي تدعم لك 144 هرتز. هذه من افضل الشاشات بالنسبه لي من ناحيه الشكل ومن ناحيه الاداء الخدمه تاع الاي ام دي فريسينج، وراح تستفيدوا منها قلتكم في كروت شاشات انفيديا او اي ام دي خصيصا. بالنسبة لهذه الشاشة متوفرة في الجزائر، واكثر الشاشات المطلوبة في الجزائر كانت حوالي 49900 دينار. كما شفتوا هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم على اربع شاشات متوفرة في الجزائر، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وفي الفيديو الجاي ان شاء الله راح نديرو انبوكسينج على شاشة من هذه الشاشات. وما بقى لي غير نقولكم إلا عجبكم الفيديو ما عليكم تبارطاجيو مع أصدقائكم، لايك كومنتير ابوني القناة تاعنا ما تنسوش ابوني، فعلوا زر الجرس باش تشوفكم أي حاجة جديدة حطوها لدعمنا في القناة فضلا دائما. هذا منكم وليس أمرا، نتلاقوا في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.